استلمت ملتقى جمعوي ديال امراض نادره واحد الموعد اللي كنجمعوا فيه المرضى وجمعيات المرضى، وكل مره كيكون موضوع مختلف، وهذه المره اختارينا الامراض النادره ووسائل سداد المصاريف ديال الصحيه. نشير بالذكر بان الامراض النادره هي عندنا تعريفه عالميه، هي كل مرض اللي كيصيب واحد لكل 2000 نسمه. كل مرض كيصيب على تقريب من الناس، ولكن هي كثيره بزاف، تقريبا كاين 8000 مرض نادر، وكل عام كيكتشفوا امراض جديده. هذه الامراض هي صعيبه للتشخيص لانها كثيره، لانها نادره، المريض ما قابل ما عندوش واحد التجربه فيهم. هي غادي المريض كيكبر بها وكتصعب، التكفل بها صعيب لان ما عندناش هذا المراكز ديال التشخيص وديال الخبره. الادويه ديالها غاليه وما عندناش في المغرب، كاين ادويه اللي كاينه في المغرب وما كيتمش التعويض ديالها، دونك عندنا مشاكل كثيره زياده على بان ما عندناش ذاك الرسم الممنهج عند الولاده. نورمالمون الدراري الصغار كلهم اللي كيتزادوا خاصهم يتقلبوا على امراض نادره، بعض المرات كتكون بسيطه بحال هذا القصور ديال الغده الدرقيه الخلقي اللي كيداو بشي حاجه بسيطه ما غاليهاش، وكان نعتقوا المريض من الاعاقه. كذلك هذا لا مالادي ديال بينات في الكوتون لا في نسيتونو، حتى هي واحد لا مالادي اللي فيها واحد المشكل مع واحد الاسيد اميني واحد طريف من لي بروتيين ما كيكونش كيتستقلب، ولا درنا لها تشخيص عند الولاده كنعطوا واحد نظام غذائي، وكنعتقوا المريض الطفل من الاعاقه اللي لا رجعه فيها الا كان تعطى التشخيص وتعطى في العيادة. دونك هادو كلهم غناقشوهم هذا الملتقى، خصوصا غادي الوالدة على الادويه اللي ما عندهاش في المغرب. كاين ادويه حيويه، ادويه كتعتقك من الإعاقة، أدوية كتعتقك من الموت اللي كتقدر تعطي ديروا هاد الأمراض النادرة، وباش ما يكون واحد مسلك خاص بهاد الأدوية اللي كتستعمل في الأمراض النادرة اللي كنسميوها الأدوية اليتيمة اللي ميديكامون أورفلان. شكرا لك. شكرا. جمعية أليانس مالادي خار اللي كتكلف في الأمراض النادرة، وخاصة نعرفوا أنه الأمراض النادرة تقريبا كاين أكثر من 8000 مرض، و 80% من هذه الأمراض النادرة هي أمراض وراثية. دونك علم الوراثة وتشخيص الأمراض الوراثية مهم باش كنتعرفوا على بالضبط نوع هذا المرض هذا، وكنقدروا نقدموا النصيحة الوراثية للعائلة. أستاذ فكر كنتي دكتورة في الهبط أستاذة الجامعية في كلية الطب، هذه الأمراض المزمنة عاد ولات زمان ولا أنتم قبل كتعرفوا على الأمراض؟ هي أمراض دائما كانت، غير ربما ما كانش التشخيص ديالها. دابا العلم والتقنيات ديال دراسه الامراض ديال الادي ان والتقنيات اللي ولات بحال السيكونساج او دي في هذا يسمح لنا اننا نديروا تشخيص مدقق لهذه الامراض هذه. الرساله اللي بغيتو تجي للناس من اجل الكشف يعني على الامراض، واش خاص يكون كشف مسبق او شيء من هذا القبيل؟ ما كاينش صعيب انه مثلا كوبل مراه وراجل اللي يتزوجوا انهم يعرفوا واش غادي يديروا شي ولاد ولا هذا اللي كيتقاس بامراض وراثيه. الحاله الاولى صعيب اننا نتجنبوها، ولكن لا يعقل انه مثلا في عائله لقاو جوج ثلاثه ديال الوليدات مقيوسين بمرض من غير ما كانت واحد احتياط على تشخيص قبل ولا دونك خاصهم يعرفوا انه كاين لي سونتر ديال الامراض الوراثيه اللي يقدروا يتوجهوا لهم عن طريق الطبيب ديالهم المختص باش يتلقاو النصيحه الوراثيه ونحاولوا نعاونوهم من هذا الشكل. كنا كنعرفوا واحد الوقت كيكونوا ولاد العم اللي كيتزوجوا كتعطي هذا المغطى، هذا واش هذا المغطى صحيح ولا كيبقى تقليد؟ فعلا هذه الامراض الوراثيه حنا ربما كثر اكثر عندنا في المغرب لانه عندنا باقي زواج الاقارب، وهذه دراسات وكاين دي بوبليكاسيون اللي بينات انه زواج الاقارب مازال عندنا في المغرب هو كيفاقم الخطوره ان بعض الامراض تظهر في الاطفال. شكرا. Thank you.